الله والصلاة والسلام على رسول الله، وتحية طيبة إلى جميع المشاهدين والمشاهدات. حلقة اليوم أنا دايراها خصيصا لمالين لاصال اللي كيترينيو واللي كيبغيو وصفات متنوعة ديال الروز. أنا اليوم غندير لكم واحد الوصفة ديال الروز اللي هي رخيصة سهلة بمذاق رائع، كونوا متأكدين بدون كنور بدون إضافات، بزيت الزيتون. كنظن انها غدا تعجبكم ان شاء الله. تابعوني. اول حاجه سيداتي وسادتي، كندير واحد البصله تقريبا صغيره مقطعه رقيقه، كنزيد معاها واحد معلقه صغيره تاع الماء ومعلقه ديال الزيت العاديه، كنشحرها مزيان فوق نار هادئه. دائما داك القليل تاع الماء كيجنبنا المخاطر ديال القليل، وكيحتفظ لينا على المذاق ديال العطريه، وما كيخليش الحاجه اللي دايرينها تقله انها تكون مقليه، يعني كتكون طايبه مع داك شويه الماء والزيت. منها كتشحر كدير واحد المذاق زوين، منها انها ما كتحرقش لينا الزيت، لان لا تحرق الزيت فبذلك كنكونوا لينا اكل مقلي. من بعد ما كتشحر لينا هاد البصله هذه وكتنزل شويه، ماشي بزاف، المهم كتنزل لينا شويه، من الاحسن نغطيوها نقصوا عليها النار وخليوها تشحر. كيف شفتوا معايا اعزائي المشاهدين، البصيله ديالتنا هي تشحرات على نار مهيله. دابا غادي نزيدوا هاد الخضر اللي هي عباره عن حبه طماطم مقطعه منقياها ومحيده لها الزريعه ومقطعه طريفات، ونصف حبه فلفل اخضر مقطعه رقيقه خضره، ونصف حبه ديال الفلفل الاحمر اللون الاحمر او الاصفر، ممكن الاستغناء عن الالوان واستعمال لون واحد فقط. وهنا عندي واحد العاشق كبيره ديال المعدنوس مفروم، معدنوس فقط، قزبر لا الا بغيتو، لان القزبر مجهد وحنا بغينا نغيرو لاصحاب لاصال من مذاق الروز، نديرو لهم اطباق متنوعه ان شاء الله كنوعدكم بها، باش ما يطلعش لهم ان شاء الله في راسهم الروز. انا كنوعدهم بوصفات متنوعه ديال الروز باش يستافدوا منها، وباش يكونوا كل نهار كياكلوا الروز بطريقه مختلفه. كي كنقولوا حنا ما يطلعش لهم في راسهم، لان كي كنعرفوا جميع ان الروز راه من بين الوجبات اللي خصها ياكلوها صحاب لاصال، كيعوضوها بالخبز، ما كيبغوش الطاجين لانه كيتكال بالخبز، فكياكلوا الروز كياكلوا البيض كياكلوا صدر الدجاج. وانا كنواعدهم بوصفات اللي هي رخيصه واقتصاديه ولذيذه في المذاق بدون اضافات اللي هي يا غاليه، ان شاء الله كنوعدكم بها. اذا هنا راه درت هاد الخضر على نار مهيله، غنخليها عاوتاني تشحر ليا حتى كتنزل شويه هاد البصله، كتنزل عفوا المطيشه وهاد الخضر، البصله راه نزلات، وكنخليها مع التحريك مره مره واحد شويه حتى تنزل، وان شاء الله غنرجع ليها. الفلفله ومطيشه وعلى نار مهيله راكس مغطياها ومخليها كتشحر شويه عليها لانها كتطلق لينا الماء على نار مهيله. كيف سبق لي قلت لكم كنخليوها تشحر، ولكن مره مره كنكونوا كنقلبوها بهذه الطريقه، كنعاودوا نغطيو عليها. الفلافل ها هي تشحرات ليا، ودابا ان شاء الله غادي نزيدها التوابل. بالنسبه للتوابل عندي هنايا واحد شويه الملح اللي هي على حسب الذوق، ملعقه كبيره مملوءه جيده ديال التحميره، وربع ملعقه صغيره مملوءه بالبزار، وملعقه صغيره ديال الكركم، الكركم البلدي. كنخلطوا هاد التوابل، صدقوني راه كيجي زوين لذيذ بلا كلور بلا والو، غير جربوه. وباش ما كنردوا عليا في التعاليق، خصوصا الناس الرياضيين، انا كنقولها لكم ردوا عليا في التعاليق قولوا لي كيجاكم. راه جا واحد السيد رياضي وكالو عندي وقال لي هذا الروز عندك ناضي اش دايره فيه، قلت لي راه ساهل راه ما فيش شي حاجه اللي هي صعيبه. المهم تبعوا النصائح والمقادير. بالنسبه لهاد القياس ديال الفلافل وهذا، راه درتو ديال تقريبا 80 غرام ديال الروز اللي حطيتو تسلق. اذا هنايا بعد ما زدت العطريه غنحركها مزيان وغنخليها عاوتاني على نار مهيله اشي شويه ونحيدها. وبالنسبه للارز ديالي، كيف سبق لي قلت لكم في الحلقه اللي فاتت او احد الحلقات اللي فاتت عفوا، اللي سبق لي درت فيها الروز تاع صحاب لاصال،
راه دائما الروز راه من الاحسن يتغسل ويبات ليله كامله ديرو في الثلاجه باش تحيد منه واحد الماده اللي هي كيعودوا عليها خطيره كدار في المصانع باش كيقشروه. لذلك من الافضل الناس اللي ما عندهاش الوقت ولا اللي نسات ترقدوا ساعه تاع المكانه في المدافي، اللي نسى عاود ثاني عنده الحل الثاني هو يغسلو ثلاثه الخطرات ويصفيه ويغليه ويحيد الماء الاول ديالو. المهم ها هو الروز ديالي، انا تبعت هذيك النصائح وسلقته بشويه الماء والملح ودابا غنصفيه. وها هي الفلفله ديالتي تشحرات على نار مهيله بحال غادي يطفى. علاش؟ لانني درت العطريه والتوابل ما خصهاش تحرق معايا، درتها على نار مهيله هذيك التوابل، ومره مره من طبيعه الحال كنحركها باش تبقى محتفظه على المذاق ديالها وما تحرقش. ودابا ان شاء الله غنطفي عليه العافيه وغنقدمه ان شاء الله. وبعد ما طفيت عليه العافيه دابا غنزيد واحد شويه زيت الزيتون، تقريبا واحد العشر كبيره مملوءه او اكثر على حسب الرغبه، وكنخلط هاد الفلافل هادي. ودابا ان شاء الله غندير لكم التقديم. اعزائي الرياضيين، الروز ديالي هو قدمته دابا في هاد الطبق بعد ما صفيته وتسقطر ليا مزيان، حطيته في هاد الطبق ودرت عليه هذيك الفلافل ومطيشه اللي مشحرين بهالطريقه هذه، قدمتهم بهالطريقه هذه واثناء الاكل راه كيتخلطوا. صاحبتهم ب ان سالاد فيها شويه ديال الباربه، خيار، خس، مطيشه، البصله، واللي بغى يزيد فوق منها شويه زيت الزيتون او شويه الخل والتوابل، ملح بزار، كمون يزيدها، او لا مايونيز. انا خليتها هكذا. وصاحبت ايضا هاد طبق الروز بالسمك اللي غدا ان شاء الله نديه نشوي في شويه ديال الضو ان شاء الله. السمك يكون طري، حرصوا على انه يكون طري وعلى ما الطروه ديالو انه كيكون احمر من هاد الزعانف ديالو من هنا هادو، فكيكون اللون ديالو بحال الدم. ها انتم كيكون الدم اللون ديالو احمر من الوسط، الا كان اللون ديالو مغاير اللون الاحمر اسود او رمادي فهو ماشي طري. ممكن تعوضوا السمك بصدر الدجاج اللي غنعطي فيه ان شاء الله وصفات جديده ومتنوعه لاصحاب لاصال. غير تابعوني وشاركوا في القناه ديالي وما تنساونيش بلي لايك وتبارطاجيو لا فيديو باش كاع وليداتني يستافدوا من هاد الاطباق الرخيصه. بالنسبه لهذا السمك ممكن تعوضوه بسمك السردين مشوي شوايه او الشرن، المهم كل واحد على حسب الاستطاعه ديالته. انا غنجتهد ما امكن انني نعطيكم وصفات باش تنوعوا على الاقل الروز وصدر الدجاج. وكنتمنى ان هاد الحلقه تاع اليوم يستافدوا منها اعزائي الرياضيين ويدعموني بلي لايك وبلي كومونتير ويجربوا الوصفه يردوا عليا. كنتمنى انها تعجبكم. اشكركم على المتابعه والى حلقه اخرى وافاده اخرى ان شاء الله. تابعوني على قناة وليمة معكم، شكرا لكم وإلى اللقاء.